استيقظت لين وهي تشعر بالانتعاش من دون أي أثر للصداع. بسرعة رمت الغطاء جانبا ومشت نحو النافذة وسحبت الستائر. كان يوما جميلا، الشمس مشرقة والسماء صافية من أي غيوم. ومن دون تفكير التقطت لباس البحر ثم ارتدت الشورت وقميصا قطنيا قبل أن تنزل إلى المطبخ. صباح الخير إليني، حيت المرأة التي كانت مشغولة بتنظيف المقلاة في المجلى. ابتسمت لها المرأة ابتسامة حنونة بينما كانت تجفف يديها وتستدير لإعطاء لين انتباهها الكامل. كيف حال الصداع اليوم؟ قالت بارتياح، لحسن الحظ لقد ذهب. ثم عبرت المطبخ نحو البراد، فتحته والتقطت عصير البرتقال وملأت كوبا ورشفت منه. لقد غادر ديمتري إلى المدينة. شعرت بالارتياح لأن مواجهة ديمتري في أول النهار سيكون أمرا شاقا. أكملت إيلين الرسالة التي طلب منها إيصالها. إنه ينوي الذهاب إلى المستشفى هذا الصباح وسيعود إلى المنزل عند السادسة لتذهب لزيارة بيج سويا. ثم امتلأت عيناها الداكنتان بدفء معبر. إن الأنباء بأنكما ستتزوجان أسعدتني جدا. كان عليها أن تثق بإليني وتكشف لها بأن الارتباط والخطبة مجرد كذبة لمصلحة بيج، إلا أن هناك شيئا ما منعها من فعل ذلك، وبدلت عناق مدبرة المنزل الحنون بعناق مثله. شكرا إليني، ماذا يمكنني أن أحضر لك للفطور، البيض أم الخبز الفرنسي؟ كانت إليني تعشق المناورات. اتسعت ابتسامة لين وهي ترد عليها. في كل مرة أعود للمنزل نلعب هذه اللعبة. موزة واحدة وفنجان قهوة سيكونان كافيان، وسأتناولهما بعد السباحة. كانت الساعة العاشرة تقريبا عندما ركبت في سيارة المرسيدس وذهبت إلى المستشفى. إن الزيارات القصيرة المتكررة هي أقل إرهاقا لبيج، وقد قسمت لين اليوم وفقا لذلك. خلال دقائق لدخول لين إلى الجناح قالت بيج، عزيزتي دعيني أرى خاتمك. مدت لين يدها بشكل مطيع ثم أضافت بيج، إنه جميل جميل حقا وملائم جدا. حاولت لين أن تظهر درجة من السرور والسحر لتألق الألماس في يدها. عبرت نظرات بيج عن فكر حالم، رأيت الإعلان في الصحف هذا الصباح. لم يخطر ببالي لين النظر إلى الصحف، فقد قضت الوقت في حوض السباحة ثم تناولت الفطور متأخرا، وبعدها أسرعت إلى الطابق العلوي للاستحمام وتبديل ملابسها. قالت والدتها بحزن، ستقام مراسم صغيرة في حدائق المنزل الأسبوع المقبل، أليس ذلك رائعا؟ نعم رائع، ماذا يمكنها أن تفعل سوى أن توافق؟ هل قررت ماذا سترتدين؟ إن خزانتها مليئة بالثياب وأي واحد منها سيكون مناسبا لحفلة خطوبتها. ليس بعد، لقد تكلم ديمتري مع طبيبي وبوجود ممرضة معي، ليس هناك أي سبب يمنعني من أن أكون في البيت لبضع ساعات. ستكونين مذهلة بالثوب الأبيض. زفاف، من قال أي شيء عن الزفاف؟ سرق الإحساس بالألم قدرتها على التنفس. بيج، أكملت والدتها بحزن، أتمنى لو أنني قادرة على الذهاب للتسوق معك. هناك متجر رائع في توراك، ما عليك سوى أن تهاتفي فيفيان وهي ستضع لك كل شيء جانبا وتعطيك اهتمامها الكامل. لم تكن لين تصدق ما تسمعه، إلا أن هذا الإحساس بالذهول لم يدم طويلا، فقد بدأت تشعر الآن بغضب يندلع كالحريق داخل عروقها. بدأت بالكلام وهي تحاول السيطرة على نفسها، بيج، ديمتري وأنا. توهجت عينا بيج من السرور، تعرفان بعضكما البعض منذ 10 سنوات، هذا الزواج سيكون مميزا، لطالما اشتقت لليوم الذي ستتزوجين فيه، وأنا سعيدة جدا لأنك عجلت بموعد الزفاف لأجلي. سأطلب من فيفيان أن تحضر بعض الأثواب حتى أتمكن من اختيار ما هو مناسب لي كأم العروس.
ما بدأ كلعبة غير مؤذية، أصبح يخرج عن السيطرة الآن، والسؤال هو لماذا؟ كان عليها أن تبقى هادئة مهما بلغ إحساسها بالغضب، فلا يمكن أن تسمح لبيج أن تشك بأي شيء. سألت أمها بلطف: هل حضر ديمتري لرؤيتك هذا الصباح؟ أشارت أمها بالإيجاب ثم قالت: حضر باكرا عزيزتي، وهو في طريقه إلى المكتب. حاولت إخفاء نبرة التهديد وهي تقول: علي أن أطلب تبريرا بشأن إفساد مفاجأة. كان عليها أن تخرج من جناح بيج قبل أن تصبح عدائيتها واضحة. قالت بصوت خفيف: سأتركك لترتاحي قليلا، علي أن أتصل بفيفيان وأبدأ بالتسوق، سأعود بعد الغداء. انحنت لتقبل خد والدتها وابتلعت بسرعة الغصة التي ارتفعت في حنجرتها. أحست في اللحظة التي تركت فيها الجناح بغضب بارد وقاسي يجتاحها، وحين وصلت إلى سيارتها كانت غاضبة جدا لدرجة أنها لم تصدق بأنها وصلت إلى المدينة دون أن تتعرض لحادثة. إن شركة كوستا كيداس كانت تمتلك مكاتبا في الطابق العلوي من البرج الزجاجي. لقد مرت سنوات على آخر زيارة لهذه الشركة، وتحركت بهدوء نحو مكتب الاستقبال. نظرت إلى المرأة الشابة التي ترتدي ثيابا عصرية وقد صففت شعرها بإتقان، ما يجعلها مع زينة وجهها اختيارا ملائما وبلا تردد لمجلة فوغ. قالت لين بقوة هادئة: ديمتري كوستا كيداس. أجابت موظفة الاستقبال بأسف مهذب: السيد كوستا كيداس في مؤتمر، هل لديك موعد؟ كان تعبير لين مهذب أيضا. ربما يمكنك أن تخبري سكرتيرة ديمتري أن خطيبته بانتظاره، أنا واثقة بأنه لن يعترض على مقاطعته. كانت مهارة الفتاة رائعة، وعلى الفور اتصلت لنقل المعلومات ثم أغلقت سماعة الهاتف. ستحضر أنيتا خلال دقيقة لترافقك إلى غرفة جلوس السيد كوستا كيداس الخاصة. ظهرت امرأة أنيقة أخرى، وكانت ملامحها الكلاسيكية تظهر الدرجة المطلوبة من الصداقة. أنيسة فورد، كم جميل أن أقابلك، هل لي أن أقدم تهانية؟ أرجو أن تأتي معي. كانت غرفة جلوس ديمتري الخاصة فاخرة، الكراسي الثابتة من الجلد الأسود الناعم، وطاولات موضوعة بشكل استراتيجي، ومجموعة من الخزانات على حائط واحد، وواجهة زجاجية تظهر منظرا مدهشا للمدينة. أبلغتها أنيتا: لن يغيب ديمتري طويلا، هل أحضر لك شرابا، قهوة أو شيء بارد؟ هي تود لو تصب زيتا مغليا فوق رأسه، لكن كل ذلك مجرد أمنيات. ماء بارد فقط من فضلك، على الأقل إن الماء البارد سيبردها قليلا. ثم شكرت المرأة التي أحضرت لها كوبا مليئا بمكعبات الثلج والماء قبل أن تستأذن وتذهب. مرت 5 دقائق، تلتها 5 دقائق أخرى. بدأت لين بالتأمل، فهل فعلا ديمتري غير قادر على المجيء بسرعة، أم أنه يعطيها بعض الوقت حتى تخفف من غضبها؟ حانت الفرصة الآن، لكنها لم تستطع منع توترها حين فتح الباب ودخل منه. لقد بدأ ببدلة عمله الرسمية هائلا لا يقهر، وخطر بنظرها بأنه خطر بشكل كبير لأي خصم. قال ديمتري بصوت مخادع: لين، هذه مفاجأة غير متوقعة. ردت بحماس: أنت تعرف جيدا لماذا أنا هنا. أضافت نظرته الداكنة مزيدا من التسلية، أما هي فقد ثبتت أقدامها للبدء بالمعركة. تكلم بصوت هادئ يشوبه المرح: هل يمكننا تناول الغداء؟ ردت بغضب هادئ: كيف يمكنك أن تقف هناك وتقترح أن تتناول الغداء معي بكل هدوء؟ كم أنت؟ رفع حاجبه بعض الشيء: يمكنك أن تغفري لبيج ما قالته، فمن الطبيعي أن يتبع الخطوبة حفل زفاف. وقفت لين أمامه، وبالرغم من أنها كانت تنتعل حذاء ذو كعب عالي إلا أنه بدا أطول منها بكثير، قالت: كلامك صحيح، لكن خطوبتنا ليست حقيقية،
ولن يكون هناك أي زواج. كان بإمكانك بكل بساطة أن تكبح حماسها وتقدم لها شرحا بسيطا دون أن تجرح مشاعرها. لماذا لم تفعل ذلك؟ سار ديمتري قليلا حتى أصبح على مسافة قريبة منها، وهذا القرب جعلها ترتعش بشكل حاد. سألها بخطر حريري: هل كنت ستستطيعين تخيب ظنها؟ رمته بنظرة هادئة: لا تهن ذكائي، لا أحد ولا حتى بيج يمكنها أن تجرك لمكان لا تريده. حملت ابتسامته الضعيفة تهكما واضحا في عينيه المظلمتين. هل تبدو فكرة الزواج مني غير مقبولة لهذه الدرجة؟ خرقت كلماته دماغها ونظرت إليه برعب: ماذا تحاول أن تقول؟ نحن نعرف بعضنا منذ سنوات، نتبادل مودة مشتركة، وليس لدينا أوهام أو نوايا للزواج بأن يمتلك أحدنا أملاك الآخر. اتسعت عيناها من عدم التصديق. هذا جنون، رد ديمتري بتهكم. هل هو كذلك؟ إن كل النساء اللواتي أعرفهن سيهربن سريعا لو خسرت ثروتي. كانت تسمع صوتا داخليا يطلب منها أن تحتفظ بسلامة عقلها. أنا لا أوافق على هذا، ماذا عما أريد أنا في الحياة؟ رفع يده وأمسك بذقنها حتى يجبرها على النظر إليه. السعادة، الأمان مع رجل تثقين به إلى جانبك، أليست هذه مميزات مهمة؟ الوقوف بقربه جعلها تعاني من توتر عصبي. نظرت إليه بصعوبة ويأس: وماذا عن الحب؟ أتعرف ما هو الحب؟ بقي صامتا لعدة ثوان ثم قال بنعومة: كيف تعرفين الحب يا لين؟ فكرت بصمت: عاطفة تجمع بين شخصين جسديا وفكريا لدرجة تفوق كل ما عدا ذلك. ردت بشكل هادئ: أعلم كيف أريده أن يكون. قوس فمه لابتسامة ساخرة: المثالية مقابل الحقيقة. حتى الآن لم أصل لمستواك بالتهكم، لن يخيب أملي إذا وصلت. أحست بتشنجات في معدتها من جراء الحديث عن هذا النوع من الزواج. هل تمتلك الشجاعة لمواصلة هذه اللعبة؟ هل تجرؤ؟ قالت ببطء: لن يكون من اللائق أن نرتب الزواج بعد أسبوع واحد من إعلان الخطوبة، ماذا سيعتقد الناس؟ سيعتقدون إما أنك تجعلينني أنتظر الزواج حتى تسمحين لي بالاقتراب منك، أو أنك تحملين طفلنا. لم تستطع منع خديها من الإحمرار، لكنها منعت نفسها من رميه بالزجاجة على رأسه. هل تشكين بقدرتي على إسعادك يا لين؟ شعرت بالإحراج من كلامه ومن ابتسامته المتهكمة. كل ذرة فيها أرادت أن تصرخ لتتخلص منه، وهي مصرة الآن على أن تتوقف عن الخوض في أي مخططات وأن تخبر بيج الحقيقة. رغم أنها كانت أسيرة لذلك الانجذاب القوي الظاهر بينهما، إلا أنها قاومت بقوة حتى لا تميل إلى جانبه وتقبله. لكن عزيمتها أعطتها الشجاعة لترد عليه بالرد المناسب. ابتسمت وقالت دون تفكير: أنا متأكدة من أنك تمتلك الخبرة الضرورية، وإن لم تكن كذلك فيمكنني أن أعلمك بما هو أفضل. ثم نظرت بإهمال في الغرفة: أنا متأكدة من أنه يمكنك أن تضمن لنا السرية التامة، لكن هناك دائما خطر المقاطعة، كما أن أنيتا قد تصدم إذا أمسكت برئيسها المحترم وهو بمثل هذه الحالة مع خطيبته. ألست من رأيي؟ هي للهول، ما الذي كانت تفكر فيه؟ لابد وأن هذا ضرب من الجنون، خصوصا وأن ليس لديها أي نية في المتابعة. أجاب ديمتري بكسل خطر: السرية والراحة لهما فائدة مؤكدة. ربما إذا ظن أن لديها عدة مغامرات قبله فلن يكون متحمسا لمواصلة الزفاف، كما أنها تظن بأن ديمتري لا ينسى مثل هذه المسائل بسهولة. سأخذك للغداء، ابتسمت بسرعة.
لا، لقد وعدت بيج بأن أعود إلى المستشفى بعد الظهر، كما أنني حجزت موعدا عند مزين الشعر عند الساعة 5. سيكون من الأسهل علي أن نلتقي في المستشفى بعد 6. كل ما كانت تريده هو أن تبقى بعيدة عنه، وارتاحت عندما رأته يمشي نحو الباب. في هذه الحالة سأوصلك إلى المصعد، أنا متأكدة من أنه يمكنني أن أجد طريقي. لكنه لم يتركها، بل أمسك يدها وهما يعبران غرفة الاستقبال للوصول إلى المصعد. لحسن حظها فقد وصل في غضون ثواني. دخلت بسرعة وسعدت عندما أغلق الباب رويدا وبدأ هبوطه نحو موقف السيارات. ذهبت إلى متجر الملابس المفضل لدى بيج، فبعض العينات وبعض مجلات الأعراس سيكونون كافيين لتسلية والدتها لمدة ساعة. لحسن الحظ فقد تم إعلام فيفيان بالزواج، وقد حضرت عدة تصاميم حتى تختار منهم. أرادت بيج أن ترتدي لين فستانا حريريا طويلا مع طرحة وباقة من زهور الأوركيديا الكريمية اللون. إن موافقة فيفيان على هذا الثوب يعتبر علامة جيدة، لأن لها خبرة طويلة، خصوصا وأن لين تحضر لحفل زفاف صغير، إلا أنه حدث اجتماعي لهذه السنة. إن عدد الحضور لا يعني شيئا، إن اسم كوستاكي داس كاف لأن نضمن أن صور الزفاف ستظهر في عدة صحف، وعلى الأقل في إحدى الصحف الرئيسية في البلاد. إن ديمتري سيتخلى بلا شك عن أي فريق تصوير من أجل مصور شخصي واحد أو مصوران، كل شيء سينسق بشكل مثالي. كانت الساعة 3 عندما دخلت لين إلى المستشفى، وكانت هي وبيج تتكلمان بسعادة عندما دخل ديمتري الجناح، وبعد 10 دقائق كان هناك. خفق نبض لين عند رؤيته، ولثانية قصيرة التقت عيناها بعينيه. أصبحت 30 دقيقة التالية أطول نصف ساعة في حياتها، وهي تحاول أن تتحدث بسهولة. بعد نصف ساعة بدأ التعب يظهر على بيج، فوقف ديمتري مشيرا إلى أنهما سيتركانها لترتاح. خرجا إلى موقف السيارات حيث كانت الجاكوار مركونة إلى جانب سيارة مرسيدس. سأل ديمتري: هل أنت ذاهبة مباشرة إلى المنزل؟ حفزها سؤاله أن ترد بجواب معاكس، فأجابت وهي تفتح باب سيارتها: كلا، ما زال علي فعل بعض الأشياء قبل أن تغلق المحلات. وقف وهو يضع ذراعه على السقف واتكأ نحوها: لقد حضرت إليني لعشاء احتفالي. إن فكرة العشاء معه في المنزل كثنائي سببت لها الألم. نظرت إليه نظرة معبرة وهي تشغل محرك السيارة، شاعرة بالحرية عندما أغلق الباب. عندما تحركت بالسيارة رأته يدخل سيارته، وبعد قليل لاحظت بأن الجاكوار خلفها. تبا، أين يمكنها الذهاب لساعتين؟ ما كانت تود فعله هو أن تذهب إلى المنزل ترتدي لباس السباحة وتجلس إلى جانب حوض السباحة مع كوب عصير بارد وشيء تأكله. لقد تذكرت بأنها لم تأكل أي شيء منذ الفطور. توجهت ببساطة نحو توراك وتوقفت لترى فيفيان. بعد ذلك جمعت بضع مجلات ودخلت إلى مقهى عصري حيث طلبت ساندويشا، سلطة وكابوتشينو ومياه باردة. كانت بحاجة للوقت لترتاح، وكان من السهل أن تجلس وتتصفح المجلات لنصف ساعة. بعد ذلك توجهت نحو متجر رائع للألبسة واختارت قميص نوم حريري وبعض الحاجات الضرورية، ثم ذهبت إلى مصفف الشعر لتصفيف شعرها. كان مظهرها لطيفا وقد خرجت من الصالون عند 6 مدركة بأنها مع كل كيلومتر هي تقترب أكثر إلى المستشفى وإلى ديمتري. كان غياب الجاكوار واضحا في موقف سيارات المستشفى، فتنفست لين بارتياح وهي تقفل المرسيدس. كانت غرفة الاستقبال هادئة، شقت طريقها بسرعة إلى جناح بيج وذهلت لرؤية ديمتري وهو يجلس براحة على حافة سرير والدتها. وقف بسرعة ما إن دخلت وحملت ابتسامته دفئا بالرغم من أن عينيه كانتا داكنتين وحائرتين. لقد أوصلني جورج.
تقدمت لتحيي أمها، ثم جلست على المقعد الذي أحضره لها ديمتري. اختار أن يقف خلفها. تنشقت رائحة عطره الممزوجة برائحة ملابسه النظيفة. بين الحين والآخر كانت تشعر بيديه تستقران على كتفيها، وفي كل مرة تتسارع نبضات قلبها أكثر. الساعة اللاحقة أصبحت محاكاة ساخرة، وهي تحاول أن تظهر الحماس والاهتمام بترتيبات زواجها الوشيك. قال ديمتري ظهرا بعد أسبوع واحد: لقد رتبت للاحتفال الظهور والدعوات للضيوف. يا للهول، إن هذا أشبه بركوب قاطرة سريعة لا تتوقف. أكمل بأسف: إن عطلة نهاية الأسبوع في أحد فنادق وسط المدينة يجب أن يكون كافيا كبديل عن شهر العسل. كان كلاهما يعلم أن هذا مجرد عذر ليتفاديا بيج، إلا أن بيج قالت شيئا مختلفا: عليكما أن تذهبا إلى اليونان، الجزر هناك غاية في الجمال، سانتوريني ودورز و... أكد على كلامها برقة: سنفعل، أعدك بذلك. ثم انحنى وقبلها على خدها: أنت متعبة، سنتركك لترتاحي. فعلت لين ما فعله ديمتري، ثم سارت إلى جانبه إلى الخارج وأعطته مفتاح السيارة وصعدت إليها. كانت المسافة من المستشفى إلى المنزل طويلة جدا، ومع كل كيلومتر كانت تحس بأن شيئا ما يلف حول عنقها. وصل إلى المنزل وركن ديمتري السيارة في الموقف: هل تودين أن تشربي شيئا قبل العشاء؟ قالت وهي تسبقه إلى غرفة الجلوس: نعم، عصير برتقال كافي. ارتشفت العصير البارد الذي سكن من درجة توترها وقالت بخفة: هل هناك أي شيء تود أن نناقشه؟ هل تقترحين بأن ننغمس في محادثة مؤدبة؟ حمل استفساره بعض المرح، لكنها لم تحدث أي مبالاة. لم لا؟ رد بتهكم: مستعد لأن أتناقش في أي موضوع طالما أنه لا يمس بزواجنا أو بقدرتي على إقناعك جسديا. بالمناسبة، كيف تنوين تقييم أدائي؟ كانت الصدمة سببا لتأخر ردها: لقد جربت ذلك من قبل وكانت تجربة تفوق الوصف. في الحقيقة كانت التجربة مزرية، لكنها لا تنوي إخبار ديمتري. في الحقيقة ربما بإمكاني أن أغير رأيك، أجابت بلا مبالاة وهي تعلم أنها تلعب لعبة خطرة وغبية. ربما، بالرغم من أنك لا تثيرني، هل يمكننا الخروج لتناول العشاء؟ قال بنعومة: لقد قلت لك، لقد حضرت إليني طعامك المفضل وستشعر بخيبة أمل إن لم نأكل منه. نظرة واحدة إلى المائدة كانت كفيلة بأن تجعل لين تدرك كم تعبت مدبرة المنزل في تحضيرها. فقد عرضت أفضل الخزفيات من الفضة والزجاج ووضعت الشموع والأزهار الرائعة. تأثرت لين من الجهد الذي بذلته إليني لإعداد هذا العشاء المميز، كما أنها أحست بالذنب لأن قلب إليني سيتحطم لو أنها علمت بحقيقة علاقتها مع ديمتري. أشارت بينما استعد ديمتري ليخدمها على العشاء: قطعة صغيرة من فضلك. لقد حضرت إليني الكثير من الطعام اللذيذ إضافة إلى المعجنات اليونانية الشهية، فمدبرة المنزل الحنونة تملك ذوقا في إعداد الطعام تحسد عليه. بعد أن تناولت القليل من الطعام أحست بأنها غير قادرة على تناول المزيد واكتفت بالقليل من حبات العنب. علق ديمتري: يبدو أن شهيتك انخفضت لدرجة أنها أصبحت غير موجودة. لقد تناولت غدائي في وقت متأخر. المزيد من العصير؟ كلا شكرا. تحدثا خلال الوجبة عن رقصات الباليه التي تنتشر في أنحاء البلاد. بينما كانت تمر الدقائق ببطء بدأت تشعر بأنها مخنوقة وتشعر بكل نفس وكل خفقة قلب. سأخذ الطعام إلى المطبخ وأنظف المائدة ثم سأعد القهوة. كان هذا ما استطاعت أن تفعله لتبتعد عنه، خصوصا أن إيليني قد ذهبت إلى النوم. قال وهو يقف:
علي أن أجري اتصالا دوليا وأرسل بعض الفاكسات، ربما لن تمانعي في إحضار قهوتي إلى المكتب. أجابت بشكل مختصر، ثم بدأت بوضع كل شيء بشكل منظم على الطاولة المتحركة لتدخلهم إلى المطبخ، حيث وضعت الطعام في الثلاجة ووضعت الصحون والأكواب في غسالة الصحون. بعد 10 دقائق أصبحت القهوة جاهزة. سكبت القليل من الفنجان ثم وضعت الكريمة والسكر على الصينية قبل أخذها إلى المكتب. كانت المنضدة الصغيرة المجاورة للباب لا تزال في مكانها، ما سمح لها بأن تضع القهوة عليها قبل أن تقرع الباب وتدخل. كان ديمتري يتكئ على المكتب وقد حمل سماعة الهاتف بيد واحدة، بينما كان يجري محادثة باليونانية إلى شخص آخر على الخط. تأملت عينا لين العضلات المفتولة لجسده الجذاب، ولاحظت بأنه قد خلع سترته وأزال ربطة عنقه وحل الأزرار العليا لقميصه. لم يكن لديها أي نية للتنصت على مكالمته، خصوصا أنها غير قادرة على فهم أي كلمة. تحركت بهدوء نحو الطاولة حيث وضعت الصينية واستدارت لترحل بسرعة، إلا أنه أمسكها من يدها مانعا إياها من الخروج. نظرت إليه مندهشة، فتحت فمها لتعترض، إلا أنها عادت وأغلقت فمها حين أنهى المكالمة. كانت عيناه مظلمتين. نظر إلى الصينية نظرة سريعة ثم رفع حاجبه مستفسرا حين رأى فنجانا واحدا. هو قال: لن تنضمي إلي؟ بذلت جهدا كي تحافظ على هدوء صوتها. كلا، إنها قوية جدا علي، كما أنني لا أريد أن أزعجك. كل ما أرادت أن تفعله هو أن تصعد إلى غرفتها. فكرت في أن تدعي بأنها تعاني من صداع أو أي شيء منطقي آخر حتى تهرب. تكلم ببطء وهو يقف: هذه عبارة مثيرة. رفع يده نحو عنقها ثم جذبها نحوه بقوة، فرفعت يديها إلى صدره حتى لا تلتصق به، لكن محاولتها لم تجدي نفعا، فقد جذبها بكل قوة نحوه يريد أن يقبلها. بإمكانها أن ترى تلك النية في أعماق عينيه وهو يخفض رأسه نحوها. أرادت أن تصرخ لكن لم تخرج الكلمات، فقد أخذ يقبلها. أرادت أن تبعده إلا أنها لم تستطع، فعدم الاستجابة له كان أمرا في غاية الصعوبة. إن الأمر أشبه بالعوم في بحر عميق، فهي تشعر بالخوف لأن هناك خطرا حقيقيا من أن لا تصل إلى بر الأمان أبدا. إن لعبته غير عادلة، فلمسته دمرت قلبها وأحاسيسها من جديد بعد أن كانت تسيطر عليهما، فهي تشعر بأنه يسلبها روحها. كل أحاسيسها متعلقة بهذا الرجل، فقد أحست بأنها على قيد الحياة، وتجاوبها معه كان واضحا حيث أنه نقلها إلى عالم لم تزره سوى في الأحلام. إن الطريقة التي قبلها بها جعلتها تشعر بأنه يريدها، فبدأت تصارع خائفة من قوته ومن ضعفها أمامه. دفعته بعيدا عنها بنجاح، لكنها كانت تعلم أنها استطاعت فعل ذلك لأنه سمح لها. أرادت أن تركض لكن أطرافها بدت وكأنها متجمدة، وكانت عينيها جاحظتين. لابد أنه فضح أمرها وأحس كم أنها تريده. إن فمها يرتجف وهي لا تزال تقف جامدة أمامه وهو يداعب شفتيها بأصابعه. قال ديمتري بلطف: أعتقد أنه ليس هناك أي شك في أنك منجذبة إلي. ثم اقترب وهمس في أذنها: اذهبي إلى السرير ونامي إذا استطعت أن تنامي. لم تكن بحاجة إلى دعوة ثانية، فهي أرادت أن تهرب بسرعة خارج الغرفة وبعيدا عن هذا الرجل المستفز. لكن بدلا من ذلك أجبرت نفسها على السير ببطء نحو الباب، ثم أغلقته بهدوء خلفها قبل أن تصعد إلى جناحها لترتدي قميص النوم وتستسلم في نوم سعيد.